Survival! Bowser! مباراة ترضية لزانزا عجبتني. آخ أوكي بسم الله الحين ال شو اسمه شو ذا الحين وش إحنا وين فيه؟ أوكي لوزر راوند فايف. أوكي المباراة الهيفي ويتس هذه كينج كونغ ضد جازورا. يضربون على مين يصير رئيس طوكيو. اسمها هي طوكيو كينج اوف طوكيو. ايوه شات تمام. طبعا كنت قاعد اسولف مع نفسي قبل شوي واعلق واقول ان المباراه هذه مباراه كينج كونغ في الجزيره. لا لازم اعيد النكته مره ثانيه. و اللي صار انك عزوز اخذ الاستوك وانا قاعد اتكلم نفسي. نايس سلام. الباكير حقت دونكي كونغ نصابه. ثرو لا بدري يا اخي ذول ما يموتون وين. نايس تو فريم حلوه. ما ادري كانت فين بعد كانت فين بعد لا اوكي ابثرو الى اب سماش ابثرو الى ايش مره ثانيه تلت وصل 50 هذا اشتاك اوب ما استفاد الشيلد لازم بس قريب ابثرو الى اب اير لسه بدري بدري كم ثقيل اوب هذه خطيره مره يستنى الارداج مره ثانيه اعتقد يصير مره بعيد اعتقد كان يمديك تنقز اعتقد 1-0 ال قدرت تسكت مهند كيف الحال؟ تعال علق معي جبت معك فهد اما نايم للحين شكله تو صح اجل وش قال خلينا نقول على ستريم بعد كان في هذه السالفه على ستريم هاي ماي سكند از ماي ساوند از نوت وركينج انسر ان شات بليز اوكي ايش تبغى طيب؟ وش السؤال؟ وات از ذا كويستشن مان؟ الجيم الثاني بين فورغ ودكتور تاسك اوه جانن حد امس يا مهند وش لا مهند مو موجود اوكي اثنينهم هذي هيترز اثنينهم ممكن يذبحون بطريقة سريعة بس باوزر عنده الادفانتج لانه عنده ذا فلوبس من ثروز كان دوف اكثر شغلة على الريدز نايس هذا كمان واحدة ريد نايس داون تيلت مو قاعد يسوي تك سلام بخير اوه ماي جاد بغى يموت طبعا كلهم في الكيرف سنس يا عم يضربه بالجزمة من ورا ما ادري شلون نايس اسود دوج او نايس رامبو حلوه اوه ماي جاد هي مهند مين احسن قارن في السعوديه انا
بس قاعد يفوز بجانن هو. مات. يا. لا ما اخذ جانن زوري صح. جبت. دعسة. ووو. طبعا ال. ايه شفت شلون؟ والله المشكلة بغيت اخسر. كلهم كل برسنت كلهم اصلا من يوم ينزل من هذا بالبلاتفورم كل برسنت. يعني. والله الدمج ما يوقف ترى ها؟ ضربة واحدة 50 نايس. يموت؟ لا ما يموت. اترو الى نير ما ركبت. ناس داش اتاك. فرصة؟ لسه عايش. كان الدور ثقيل. قرروه؟ لا ما قرروه. سلام! سايد بي الى اف تلت دج على وجهك حبيبي. يا اخي الادم هنا صعيدي، حتى لحيته بعد بيضة طالع صعيدي رسمي. ايرونيكلي من لعبة زلدة الضربة الوحيدة اللي جاندورف يسويها فعليا من الضربات هذه اللي بسماش هي الاف تلت هذه المزعة بس. ما ادري شلون. دونت اسك. تسال. كويستن. وات از يور كويستن؟ او اي مين ريبلاي ذن يو جست ديد. ايش هذا؟ Sound is broken. ترى في مشكلة في الصوت يا أبو. وحين؟ أوكي. الصوت في مشكلة بس احنا بنصلحها الحين إن شاء الله. رجعت. اوكي نشوف تغيير من عزوز لويجي. ضيع الثاني ضيع المسكه. لويجي ممكن يكون خيار كويس ضد باوزر لان لويجي عنده كومبوات وباوزر ما يقدر يطلع من كومبوات بسهوله. نايس باك اير. سلام. الفاير بول حقت لويجي الهيت بوكس حقها اكتف فتره طويله مره فيقدر يمسك اللج قتب عادي. ها هذا دمج 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 خذ لك. طبعا في شيء ثاني في لويجي كويس انه مره فلوتي بشكل مخيف فممكن يطلع من كومبوات باوزر اسرع بكثير من باقي الشخصيات. طبعا انا ما ادري هذا الثيري بس. نايس طلع من الجراب. سلام على النير. النير حقت لويجي استهبال. تكسر كوم تذبح. نايس ريد باب سماش. السلام عليك باكية حلوة. طبعا باوزر ما تقدر تطلع برا الجيم لازم فجأة كذا يسوي شيء. كومبو فير فير داون اير. نايس. فير فير حلوة. او ماي جاد حلو الريد. داش اتاك. طبعا هذه خطيرة مرة على الشيلد لو سوى شيلد عليها يسوي بانش اللي يبغى. ابترو الى ولا شيء. ناس دي اي. شوف نقطة العبيطة. نايس قراها قرا الدي اي واعطاه باكير حلوة. الحين نشوف عزوز عنده ادفانتج بسيط بس دايم باوزر ما تقدر تنام ضده لانك ممكن قرابين ثلاثة الا انت رجع برسنت. بعدين اذا سوى قراية الاير دوج واعطاك فول سماش ممكن تموت. نايس جراب 52 تو جرابز. لازم يركز. خطيرة. اي اوه فالدوج ما يقدر يطلع من الابري.
هذه ملتي هيتس. فرصة؟ لا جريدي فرصة. سلام اوب سلام دان سماش حلوة. نايس فرصة بلاش. لا 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 او ماي جاد كان واقف قدامه سوى فورورد سماش قبل لحظه. معلش جي 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 جود جيم جود جيم من عبد العزيز وباوزر او بديفتو داسك يعدل الراوند اللي بعده.